السلام عليكم. اليوم نعود نرجع إلى ملعب عنابة، حيث أن فيه آخر صور تاع البارح لحالة الملعب اللي راهي في أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف تاع الشان، وفيه بعض الرتوشات إضافية اللي نلاحظها هنا في الملعب. إذن كل شيء راه واجد، كله راه في مكانه، ويكون فيه ان شاء الله فيديو اخر في ما يخص الرتوشات داخل الملحقات في فيديو لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم.